السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على المشاريع الضخمة اللي قررت الدولة انطلاقها في بداية السنة هذه المقبلة، يعني بعد حوالي شهر من اليوم. وهذه المشاريع الضخمة كان واحد مشاريع في ميدان استغلال المناجم، ومنها ثلاث مناجم، واحد في مشروع في جبل العنق الجهة الشرقية، وواحد المشروع الآخر في الغرب في الجنوب الغربي جوية تندوف، والثالث المشروع في منطقة بجاية استغلال الزنك. المشاريع الأخرى هي في استغلال الفوسفات. وهذه المشاريع تعتبر كبيرة جدا، وسوف تستقطب يد عاملة كبيرة جدا، تخلق مناصب شغل بالآلاف مباشرة وغير مباشرة. المشروع الثاني الكبير هو انطلاق إن شاء الله هذه السنة، هذه 2021، تشهد انطلاق مشروع الميناء المتوسط الكبير الذي تزيم إنشاؤه. هو في حداده يخلق مناصب شغل كبيرة، ويعتبر استراتيجي إلى حد كبير، حيث أن كل السلع اللي كانت تمر على البواخر الموانئ جنوب أوروبا في إسبانيا، وخاصة إسبانيا وإيطاليا، تولي تجي مباشرة لهذا الميناء، لأنه هذه الموانئ الكبيرة كانت ما تقدرش ترسو في ميناء الجزائر. فإذن تولي البواخر الآتية من آسيا والوسطى ومن الصين تأتي مباشرة إلى ميناء الجزائر في الحمدانية، وتقدر هذا الميناء واللي هو كذلك رولي للبضائع اللي تكون متجهة نحو أوروبا، خاصة جنوب أوروبا. يعني حركة نتاع البواخر سوف تنعكس إن شاء الله، دير الطريقة بالعكس، تولي تمر على الجزائر باش تروح لأوروبا، وتخلق وهذه الديناميكية اللي راح تخلقها هذا الميناء راح تعود بالفائدة كبيرة بالنسبة للمداخل الجبائية وللبلاد، وإن شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.